نصل وإياكم إلى مسك الختام وأحلى كلام ينطق اللسان وأعزب حديث تسمع الآذان، ألا وهو القرآن الكريم وفاضلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، بكرة الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم ببلدة بهنباي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا.
صراط الله
صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تصير الأمور. يا ابو علي يا جميل الله يفتح عليك يا رب. مسك الختام يا الله ما شاء الله. مسك الختام ربنا يزيدك من فضله وكرمه ونعمه ورضاه يا ابو علي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا القبور باثرة علمت نفس ما قدرت وأخرت. علمت نفس يا
النبي. الله الله ما غرك لربك فسواك ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميته لنفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وبهاء حزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا إنك نعم المولى ونعم النصير بالإجابة الجديد. وبعد إخوة الإيمان والإسلام كانت هذه التلاوة القرآنية العطرة مسك الختام لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببلد البهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. وكان معنا أيضا فضيلة القارئ الحاج عبد الفتاح عبد العزيز السعيد القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمحمودية مركزي الشرقية. إخوة الإيمان والإسلام نحييكم من هذا المكان ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.